شهدت وزارة الكهرباء والماء حفل توقيع اتفاقية عامة للتعاون المتبادل بشأن المشروع التجريبي للنظام العالمي الأول من نوعه، وهو نظام تركيب الألواح الكهروضوئية متعدد التكديس لتوليد الطاقة الكهروضوئية بهدف توفير طاقة نظيفة ومستدامة. إن الاتفاقية هي تعاون مشترك بين الوزارة وشركات الحكومة الكورية، وتهدف إلى دعم انتقال البلد لخدمات الطاقة النظيفة والفعالة والحديثة باعتبارها حجر الزاوية في تنميتها المستدامة وخططها لتنويع الاقتصاد. إن الوزارة ستواصل دعمها لتبني التقنيات الجديدة ومواصلة جهودها لإدخال تقنيات جديدة للطاقة المتجددة لتسرع من عملية تحقيق الهدف الاستراتيجي بحلول عام 2030. نظام جديد اختارت الشركات الكورية المنفذة له دولة الكويت كنقطة انطلاق لتنفيذ تكنولوجيتها الجديدة، بحيث تتبنى تنفيذه وتكلفته بالكامل دون أي تكاليف مترتبة على وزارة الكهرباء والماء. هذا المشروع يحقق رؤية الكويت وتحقيق الهدف الاستراتيجي للعام 2030 بتوفير 15% من الطاقة من الألواح الضوئية، وهذا يندرج أيضا في إطار العلاقات الوطيدة والتعاون المستمر مع دولة الكويت. أهم العوامل التي تجعل هذا المشروع ناجحا هي الدعم الذي نتلقاه من وزارة الكهرباء والماء، وأتمنى أن يؤدي نجاح هذا المشروع إلى فتح الباب أمام مشاريع أخرى بين جمهورية كوريا ودولة الكويت. المشروع الجديد يقوم على تركيب كل لوح ضوئي على قاعدة منعزلة عن الأخرى بتقنية حديثة، ما يساعد في توفير أكبر قدر من المسافة وبالتالي عملية إنتاج ضوئي أوفر. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.